الناتج المحلي السعودي خلال العام الماضي 8.7% مستفيدا من استمرار تحول المملكة نحو القطاعات غير النفطية، كما استفادت صاحبة أكبر اقتصاد عربي من صعود أسعار الخام قرب مستوى $100، وهو مكن ناتجها المحلي من النمو 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. هذا وقد شكلت أنشطة النفط والغاز أقل من 30% من الناتج المحلي في الربع الرابع، بالتزامن مع الزخم الذي اكتسبته القطاعات الأخرى، بينما ساهمت الخدمات الحكومية ب15.20% من هذا الناتج. نبقى مع أخبار المملكة. فقد أعلنت هيئة الأمن الغذائي طرح مناقصة لاستيراد 480,000 طن من القمح للتوريد بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهي المناقصة الأولى التي تطرحها الهيئة من خلال هذا العام، وتأتي في إطار حرص الرياض على مخزوناتها الاستراتيجية من القمح وتلبية احتياجات شركات المطاحن المحلية. تخطط السعودية لاستقبال هذه الكمية من القمح ب8 بواخر، 3 منها في ميناء جدة الإسلامي ومثلها في ميناء ينبع التجاري، وباخرتان تصلان الصيف المقبل إلى ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام شرقي المملكة. وعن هذا النمو نتحدث مع ضيفنا من الرياض الخبير الاقتصادي دكتور فهد بن جمعة. أهلا بك معنا دكتور. يعني هل هذه الأرقام اليوم تؤشر إلى أن الرؤية الخليجية عموما والسعودية خصوصا إلى تجاوز ما بعد مرحلة النفط بدأت فعليا بالتحقق على أرض الواقع؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد دول الخليج ومن خلال مجلس التعاون الخليجي جميعها تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد من أجل الاستدامة. الجميع يعرف أن النفط عمره قصير، ولا بد من أن تكون هناك مصادر أخرى تنويع للاقتصاد، مصادر غير نفطية، وهذا ما تقوم به معظم دول الخليج، وقد حققت بعض هذه الدول نجاحات كبيرة في هذا المجال. اليوم هذه النتيجة بطبيعة الحال مبنية على عوامل، مبنية على منهج واضح اعتمدته المملكة. اليوم ما هي أبرز هذه العوامل التي أدت إلى وصول الاقتصاد السعودي إلى نمو يفوق حتى نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي؟ هذا يعود إلى الرؤية، رؤية 2030 الواضحة المحددة بالأرقام والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها، حيث إن بعض الإنجازات المستهدفة في 2030 تم إنجازها حاليا، وسوف يتم إنجاز أهداف أخرى قبل الوقت المحدد. فهناك مشروعات كبيرة تقوم بها الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتهيئة البيئة الاستثمارية لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وأيضا نقل المقرات الإقليمية للشركات الكبرى، وهناك 80 ترخيص ل80 مركز إقليمي سوف ينتقل إلى الرياض. كل هذه العوامل هي التي أدت إلى تحسين القطاع غير النفطي. أما القطاع النفطي فهو ارتفع في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى $100، وأيضا زيادة الواردات السعودية إلى ما يقارب 7,700,000، وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات النفط بشكل ملحوظ أو بما يعادل 15%، ولكن أيضا مساهمة القطاع غير النفطي كانت واضحة، هي بلغت حوالي 5.4%، وهذا بسبب تنمية السياحة، تنمية قطاع الترفيه، الخدمات اللوجستية وغيرها، كل هذه أدت إلى دعم الاقتصاد. دكتور، نقطة أخيرة، أي دور تلعبه اللامركزية الاقتصادية إذا ما صح التعبير؟ اليوم نرى أن العلا، الدمام، يعني كل المدن السعودية
تتجه إلى تطوير مرافق سياحية للخروج من ريع النفط أيضا، يعني هل ما هو دور اللامركزية الاقتصادية في هذا النمو؟ السعودية تسعى لتحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم أو المناطق السعودية والمدن، وهذا مفتوح للقطاع الخاص للمشاركة والقيام بتنفيذ بعض المشروعات واستثمار المزيد من رأس المال. وكما تعرف أن هناك برنامج جديد، وتم إنشاء برنامج مركز البرنامج الأسبوع الماضي، وهو برنامج شريك الذي يدعم صندوق الاستثمارات العامة من أجل تحفيز القطاع الخاص بأن يقوم بهذه الاستثمارات ويؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030. والقطاع الخاص مهيئ لعمل ذلك، والبيئة مهيئة سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاستثمارات الأجنبية. شكرا جزيلا لك دكتور فهد بن جمعة الباحث والخبير الاقتصادي، كنت معنا من الرياض، شكرا لك.